اللوحة منتهية، هذا مخالفة حسبوه يا حسبوه. هاي شنو؟ الطبقة منتهية، هاي مخالفة. صاعد على الرصيف، هاي مخالفة. السلام عليكم، عدنا لكم في مقطع جديد. اليوم راح نلعب وياكم لعبة جديدة واللي هي محاكي شرطي المرور. بس اريد اخبركم ان المقطع اللي راح مو انا اللي احذفته شخصيا، وانما اليوتيوب قام بحذف المقطع من دون اي سبب واضح، ويدعي انه يخالف ارشادات اليوتيوب، لكن انا شخصيا لما رفعته وسويت له معالجة طلع لي كل شيء اخضر وبدون اي مشكلة، لكن بعد مرور عدة ساعات تم حظر المقطع وحذفه من القناة. بس اكيد هذا مو يعني انه انتهت الحياة. وما اريد اطول عليكم، لا تنسون جلتشات الحياة اللي دائما انصحكم بها اللي هي الصلاة وطاعة الوالدين. ويلا نبلش بسم الله. اوكي يبدو ان هذا المكتب مالنا. اوكي اوه هي نطلع برا. هذا مركز الشرطة مالنا، بس نشوف اوكي كاتبي لك اللي افتهمته من هالقطعة انه اكو قطع منتهية. اوه اكو قطع منتهية الصلاحية، لازم هم ننطيها غرامة. تمام، والله شباب هاي اللعبة عجبتني، اتمنى اذا عجبتكم اللعبة حطوا لنا لايك وتابعوني. لا تنسوا شباب اهم شيء اشتراك اشتراك اشتراك. هسه مثلا هاي اللوحة لا ما منتهية، شوفوا الزرقاء يعني ب 2021، احنا حاليا التاريخ مالنا 2020، فهاي بعدي اوكي لان اللعبة شوي قديمة. اوه هاي السيارة ثواني نشوفها، لا ما منتهية منتهية. اوكي اوكي يقول لك انه اكو سيارة مخالفة للطبق. اها فهمت صح، انه لا السيارة طابقة عكس. خلينا نشوف اوكي اللي هي، شوفوا هذاك السايد يروح هيك، هذا السايد يرجع هيك، هاي المخالفة. خلينا نشوف شنو بيعد عليها مخالفة. منتهية مادة سنوية مبدئي. نايس مبدئيا تمام. هاي عليها مخالفتين اللي هي اول شيء تيكت بارد، تمام هي اللوحة منتهية، هاي أول مخالفة. اوكي هاي أول مخالفة إن اللوحة منتهية. المخالفة الثانية اللي هي الطبق عاكس، أعتقد هي إيه. اوكي شباب الطبق عاكس. اوكي ليش ليش نقصني وات، معقولة هاي يا غبي وات. والله شباب ما أدري هاي المعاكسة لو أي، والله تيهت شباب. اوكي راح أخالف هاي ونشوف إذا هاي المعاكسة أو لا. اوكي هاي اللي بالعكس، نو هذا شارع راحة راحة يا الله، عبالي انا بالعراق شباب، عبالي هذا بنفس الشارع يروح ويرجع، هذا الشارع بس يروح ما يرجع. يلا بس اهم شيء خالفناه. اوكي على هاي، هاي شنو هي نو باركينج. اوكي ممنوع ما حد يطبق هنا من الساعة 4 للساعة 12 فقط. اوكي هذا طابق، اعتقد هذا ما مو مخالف يعني. تيك منتهية اللوحة. اوكي يا الغالي تعال غرامة، او مو غرامة تكت انه اللوحة منتهية، زيدنا 10 ايه. شباب شوف 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 وقت الطبق شباب، هذا اللوحة اذا اخضر يعني هو بعد وقت الطبق، اذا اكسباير يعني انتهى وقت الطبق مالته، لازم نغرمه او يعني نغرمه ونحط له ورقة انه ممنوع تطبق هنا لان انتهى وقتك بعد. فهذا الاخ حلو منتهية. زين نشوف اول شيء مالتك اللوحة، لوحته تمام تمام، بس هسه يعني مخالفة واحدة الغالي بلع اللي هي باركينج ميتر اكسباير. ليش؟ اوكي هذا شباب مثل ما جاي تشوفون هذا بلد يعني وضعيته تمام ماكو اي مخالفة. شوف هذا لوحته اكسباير، ابلع ابلع تعال تعال انا هنا هنا مخالفة لوحتك حبيبي اكسباير اكسباير. السلام عليكم، لك هاي شلون طابقة اسطورية؟ شلون طابق هين انت يا غالي؟ ما يصير ما يصير حبيبي طابق عكس السير عكس السير. نقصني يا الله، ثاني مرة اتوهم هذا اللي طابق يا نورس. اوه ماي جاد هذا اللي طابق يا تعال 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 تعال، هذا دب القطية ما ادري شنو. تعال تعال ولك وين 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 تركض ركض، تعال 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 تعال. شباب طبعا هم نقدر نخالف الاشخاص. اوكي هسه نسوي هاي شباب، ثواني ثواني ثواني. السلام عليكم، وقفتك لانه انت تركض، اي لانك تركض حبيبي ماكو سوري، هنا قانون هنا تتحاسب. انا الصراحة يعني ممكن انطي مخالفة شباب، اعطي مخالفة راح احذره بس يعني هاي لخاطركم هاي لخاطركم شباب. اوكي حبيبي دلل دلل يلا ليتس جو ليتس جو.
طيب انت شكو صاعد شباب؟ هذا اللي صاعد على الرصيف، شوفوا هذا اللي صاعد على الرصيف يجب ان يخالف. بس خلينا نشيك اشياء عديدة، مثلا اللوحة منتهية، هذا مخالفة حسبوا يا حسبوا. هاي شنو؟ الطبقة منتهية، هاي مخالفة. صاعد على الرصيف، هاي مخالفة. دقيقة، تعال حبيبي تعال، اليوم اشبعك مخالفات. اول شيء اكسباير، اول شيء هاي هم نقصني يا الله. اوكي بعد شنو عندنا؟ اكسباير عندك. طبق على الرصيف، طبق على الرصيف ممنوع ممنوع ممنوع. وعندك حبيبي اللوحة مالتك ممنوع ممنوع ممنوع. ها حبيبي ايش سويت انت؟ ذب. شوفوا شباب شوفوا هذا الحيوان ذب مخلفات بالشارع. تعال تعال تعال، هذا لو بيتكم ما ذببي. تعال تعال شيل شيل. يلا I really wasn't paying attention. Sorry. Sorry, sorry. والله تتبلع، والله تتغرم. Sorry. يلا 25 دولار. يلا. Sorry, sorry. ماك سوري. Really? ايه really. ايه. So much money. مشكلتك هاي، مشكلتك. يلا توكل بالله. Have a nice day. توكل بالله. I'm sorry, I'm sorry. والله مو متقصر. بعد ما دبيت حبيبي مو متحصل. الباركينج مالتك فاليد. شباب هاي ما جاي افتهمه. شوفوا نو باركينج من الثمانية لل 12، احنا الساعة بالعشرة. ما اعرف يعني هل انه صادر والله ما اعرف، ما راح اصادر. لا ها حبيبي تعال دقيقة بس. ليش حبيبي ليش هاي مو راح تدوس عليها السيارة؟ ليش يا واحد منهم هسه ايش مدرينا ايو يا حبيبي؟ انا ايش مدرينا هذا واحد طاب لك. لا لا عيب شنو هسه؟ ما نتذبى يا جماعة الخير، اقسم بالله دوخة. السلام عليكم. انت دبيت هاي؟ I detained you because I saw you littering. انت دبيتها؟ My bad. اوكي. I'll be more careful next time. اوكي لا 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 شوف شوف هاي مال تسويها بوقت اللاحق. هاي ماكو. اوكي يقولوا لي فتشوا. يا حبيبي تفتيش. اوكي تفتيش عيني. يلا. شنو عندك؟ نقدر نفتش؟ والله حلو ترى. هاي شنو؟ هذا انهزم. ولك تعال تعال ابن الذين تعال تعال تعال. شباب هذا شلون الزمه؟ اوكي تيزر تيزر تيزر. ولك اركب ولك جوا اسم اركب. تعال لك تعال لك شب لك دقيقة. لا 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 دعمه دعمه. تعال ارفع ايدك. يلا عيني. باك جراوند تشيك اند. لا 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 اوكي هاي. دقيقة ولا هاي دقيقة. كرامينال. روبر. لا ولا روبر دقيقة. شنو انطي شباب هذا؟ انهزم مني شركة، انهزم مني. شلون شنطي شنطي؟ والله راح اسوي اوكي اتعارك وياه. اوكي نقصنا خمسة بس ما نعرف يا شباب بعدني بالبداية. شلون اخابر؟ شلون؟ تعال تعال شلون اخابر شباب؟ شلون اخابر على الشركة؟ اوكي اريد دعم حبايبي. اوكي راح نطلب له دعم. اوكي او جت جت الشرطة جت. يلا شباب اخذوه طيحوا حظ هذا. انهزم مني. شلون شركة هاوكم؟ انهزم مني. تعال يا حبيبي تعال تعال تعال. يلا شرطي حبيبي تعامل لنا ويا هذا الغالي. اوكي حبيبي بليز. لا عيني لا. اوبك اوبك اكو واحد سوى خطا هم. دقيقه 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 العالم هنا تريد ضرب. تعال تعال تعال. ليش دبيت خطيه بالقاع؟ تعال شنو انت شنو انت؟ استوى طلع واحد اخذنا يعني. يلا حبيبي ماكو. تعال تعال شيل غرامة شيل شيل. يلا محاميك مو محاميك تعال افتشك. يلا انت ومحاميك افتشك. يلا شنو عندك شنو عندك؟ اوكي نظارة سبينر شكليت بوكي بوك. اوكي حبيبي اوكي. يلا حبيبي توكل توكل بالله. شباب زين هذا مو طابق. اوكي تاكسي ستيشن. طابق بمكان التاكسي. تعال 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 تاكسي ستيشن. وين تاكسي؟
هذا مكان يا اخي والله مكان تاكسي. جماعة فهموني بالتعليقات، والله ما جاي افتهم. اللي فهمني حطلع تعليقه والله شباب بالمرة الجاية. ليش ليش الدبة؟ تعال تعال تعال، شفتك انا ما يحتاج. قبل اطقك بغرامة اول شي، لا اول شي اول شي تفتيش. تعال حبيبي، شنو عندك؟ اوكي ميك اب، يا ول ميك اب يا ول وجهك وجه القرد. هاي شنو انت بدون ميك اب شلون؟ لا دقيقة، تعال حبيبي ابلع غرامة. يلا يلا شباب، بس سؤال، اللي يطبق بهذا المكان وماكو من هاي اللوحة من هاي مال العداد، يعني هو طابق، شنو اسوي له؟ يعني هذا المفروض يتغرم يا شباب، يعني شغلة ما ادري شلون. اوكي انتهى اليوم مالتنا شباب، لازم نرجع للبيت. اي بيت؟ لازم نرجع للمعسكر مالنا والمقر. اوكي هذا اليوم انتهى. وين نروح؟ اوكي طب للبيت. شاكو صحة وعليكم ان شاء الله. اوكي ويبدو انه انتهى شغلنا لهذا اليوم. اوه حلو حلو حلو، الاشياء اللي فزنا بيها والاخطأنا بيها. حلو، اللي فزنا بيها اكثر تقريبا، ارتفع ليفلنا. والله اوه رادار انطانا، يو انلوك نيو تول، اداة جديدة رادار جان. اوه موقع جديد نايس، عبر جديد. ما ادري شنو هاي شباب. واو واو فتحنا مكان جديد شباب، هذا المكان هذا هاي الخريطة والله كبيرة. واو حبتكم هاي اللعبة، وصلوا المقطع 200 لايك حنزلكم الحلقة الثانية اللي هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسون اشتراك وتحطون لايك وتتابعوني، تجون التيك توك يومية ابث الساعة 9:30. نلقاكم قريب.